طيب احنا يعني محتاجين نتعلم لغة في ايه؟ ما احنا بنتكلم وكل الناس بتتكلم، واحنا مولودين في مجتمع بيتكلم اللغة العربية، والإعلام دلوقتي ما يشاع يعني انه كل ما تبسطنا في اللغة كل ما وصلت الرسالة الإعلامية للناس، فتلاقينا قشطة وياسطى ويا عم وكبر. فعلا في برامج تقوم على هذه الفكرة، غالبا البرامج دي بتبقى زي مضادات برامجية، لكن ما يبقى وما يحتاجه سوق العمل لازم هيكون في صالح اللغة العربية. اللغة العربية مسؤولية كبيرة جدا علينا وعلى جهات تانية كتير، لكن المسؤولية الإعلامية لينا لأن إحنا مؤسسة إعلامية، وكل المؤسسات الإعلامية هي مؤسسات تعليمية، لأن الإعلام بيؤدي رسالة للناس، بيعلمهم حتى لو ما كانش يقصد إنه يعلمهم. يعني وأنا بنقل الخبر بنقل تعليم، وأنا بنقل الموضوع الاجتماعي بنقل تعليم. اللغة ثقافة، تواصل، إبداع. الإعلام مدرسة، حتى لو ما كناش إحنا دلوقتي في تعليم، لكن حتى لو ما كناش في وقت تعليمي الإعلام مدرسة. التعليم بالإعلام موضة أثبتتها حالات النجاح الكبيرة لإعلام السوشيال ميديا، لكن بمواصفات أساسية لازم يكون بيها وعليها هذا الإعلام.